التي تحتضن هذا العرس الكروي الكبير، جماهير البيضاويه المدنيه والرجويه في تقاليد تعودنا عليها في كل اللقاءات والمباريات، كما نتابع المستوى التيفو على مستوى المدرجات، وبالتالي هذا يعطي جمال ومتعه وحماس وفرجه جماهير الفريقين لينال وشاحة الافضل. مناسبه في جوائز موروكو وورلدز اللي تابعناها واللي ما قدموه الصور وابداع الموسم الماضي على غرار البواسير الماضيه بحضور حقبه من الارقام القياسيه لتعود الانصار ويعود الدفء للمدرجات.